السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ همام أحمد همام، معلم مادة الفقه بمدارس رياض الصالحين بالمملكة العربية السعودية. اليوم بالنسبة لأبنائنا طلاب الصف الأول المتوسط معهم درس أحوال المأموم مع إمامه. تكلمنا عن الإمامة والائتمام وشرحنا في الحصة السابقة من الأحق بالإمامة وغيرها من العناصر، ولكن إذا دخل المأموم مع إمامه في الصلاة عندي أحوال بيكون فيها أول شيء أول عنصر المتابعة. يعني إيه المتابعة؟ هي دخول الصلاة والانتقال بين الأركان عقب الإمام مباشرة. يعني بمعنى صح، إحنا قلنا إنه الإمام بيكون على يمينه المأموم. المتابعة أن الإمام بمجرد ما يدخل في الصلاة المأموم يلحقه مباشرة، فإذا ركع الإمام يركع خلفه مباشرة بعده مباشرة المأموم. يعني قال الله أكبر، فإن المأموم بعده مباشرة يقول الله أكبر. هذه اسمها المتابعة. المتابعة هي الانتقال بين أركان الصلاة عقب الإمام مباشرة، هذه اسمها المتابعة. هي الدخول في الصلاة والانتقال بين الأركان عقب الإمام مباشرة، هذه المتابعة. طيب الموافقة هي مماثلة الإمام، يعني بمعنى أصح الإمام، وهذه طبعا أخطاء. ما حكم المتابعة؟ واجبة، هي الصحيحة المتابعة. طيب الموافقة، بالنسبة للموافقة أن يوافق المأموم إمامه في الانتقال بين الأركان. يعني بمعنى أصح هذا هو الإمام وهذا هو المأموم. الإمام هو يقول الله أكبر، تجد المأموم ركع معه أو سجد معه في نفس اللحظة، وهذه حكمها مكروه، الموافقة مكروهة في الصلاة. مفهوم؟ يعني المتابعة هي الانتقال بين الأركان عقب الإمام مباشرة، وهذه هي الواجب. الموافقة هي موافقة الإمام في الحركات بتاعة الصلاة، يركع فأكون معه في نفس التوقيت، هذا بالنسبة للموافقة. طيب بالنسبة للمخالفة، المخالفة هي التأخر عن الإمام في أركان الصلاة أو في الانتقال بين الأركان. مثل الإمام يقف وبعد كده يقول الله أكبر، يتأخر المأموم ولا يتابعه مباشرة، وقد يصل الأمر أن الإمام يرفع والمأموم لسه واقف. هذه اسمها المخالفة، التأخر عن الإمام في الانتقال بين الأركان. المقارنة هذه مهمة جدا. الموافقة هي مماثلة الإمام أو موافقة الإمام في الانتقال بين الأركان. طيب المخالفة التأخر عن الإمام في الانتقال بين الأركان. طيب المسابقة، الركن الرابع، المسابقة أن يسبق المأموم إمامه. يعني قلنا